مسلم وكنت دعفي ولقد تم ضربك دعفي ولقد تم ضربك دعفي ولقد تم ضربك دعفي ولقد معنا احمد من السعوديه. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا احمد، اتفضل. حياك الله وبياك. اتفضل. اكلم سماحه الشيخ العرعور. اتفضل يا فندم. شيخ العرعور مع حضرتك. طيب الشيخ عدنان العرعور، حقيقه نحن افتقدناك في مناقشاتك مع الطرف الاخر، ولكن نقول يا شيخنا ما الذي عدا مما بدا. كنا في السابق نستمع اليكم والى مشايخ ما يزعم بمشايخ السلفيه بانهم يدعون عدم الخروج على الحاكم الظالم، وكان حتى شيخ الزغبي ومحمد العريفي وغيرهم القرضاوي يسمون القذافي بانه ملك الملوك. واليوم عدنان العرعور نفسه ينزل للساحه ويطالب باسقاط حاكم سوريا. نعم. ويا فضيلة الشيخ، ما الذي سمعناه في قناة الدنيا بأنك كنت ملازم وكنت بعثي ولقد تم طردك لفضيحة أخلاقية، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب شكرا جزيلا. مين معنا تاني؟ عايز حضرتك أرد عليه؟ طيب اتفضل اتفضل. طيب احنا تاني بنرجع نوجه نداء لأي طبيب أعصاب في يذهب الى المستشفى الميداني بمصلى عباد الرحمن خلف هرديس بالتحرير. الرقم موجود، التليفون 011-499-0015. يتصل اي دكتور اعصاب، عشان في شباب هناك بيشموا غاز غريب عليهم شويه وعامل لهم حاله تشنجات، جايز يكون عندهم علم بالقصه. شيخنا يعني المتصل بيسال. لا شك أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم لمجرد ظلمه ما لم يفسد وما لم يظهر منه كفر بواح، وقد أمرنا الشرع بإنكار المنكر، والخروج على الحاكم الذي ظهر منه كفر بواح. ليس لي علاقة بالعلماء بما قاله العلماء الفضلاء من أمثال عريفي وغيره، فهؤلاء معروفون من أهل الفضل، وربعك معروفون من أهل الكذب والنفاق. لكن نرجع، حاكم سوريا ليس بمسلم، حاكم سوريا ليس بسوري، حاكم سوريا ليس بوطني، حاكم سوريا صدر منه من الكفر البواح. من لم يكفره فهو ينبغي أن يعني ينظر في دينه هذا الرجل. هل تعلم أنه يأمر الناس بالسجود لصور بشار الأسد؟ هل تعلم أنه يكتب على الجدران وفي المساجد لا إله إلا بشار أسد؟ أعمى الله بصرك ألا ترى ذلك الكفر المصور، أو أعمى الله سمعك وسمع من وراءك فلا تدركون هذه الكلمات التي لا ينطق بها مسلم؟ هل تعلم أيها المسكين أنه لو ذهب ما ذهب من الشعب السوري في سبيل نيل حريته أفضل من أن يبقى تحت هذه الذلة وتحت هذا الكفر؟ هل تعلم أن النظام السوري يخرج الناس من دينهم إخراجا وبالقوة والقهر؟ أين أنت وأمثالك وحثالة من وراءك من أمثال رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق الشيخ الفاضل علامة صالح الحيدان؟ أين كنت بعثي ولقد تم ضربك بعثي ولقد تم ضربك بعثي ولقد تم ضربك بعثي ولقد هذا أمر صادر عن المحكمة العسكرية في سوريا بتاريخ 24 من شهر أيلول عام 72، يقضي بحبس المدعى عليه الملازم عدنان بن محمد العرعور مدة شهرين بجرم التعرض للآداب العامة المنصوص عنها في المادة 517 من قانون العقوبات بدلالة المادة 208 منه. تبين حيثيات القضية التي نذكرها تلخيصا لا تفصيلا لما فيها من تفاصيل محرجة ومخجلة لا يصح أن تذاع، ووفق شهادات المجندين الذين قام معهم بأعمال منافية للآداب، المجندون الذين آثرنا أيضا ألا نظهر أسماءهم لاعتبارات اجتماعية.
والخلاصة أن المدعى عليه في هذه القضية وهو آنذاك الملازم عدنان العرعور كان يقوم مع عدد من المجندين وهم فلان وفلان وفلان ببعض الأعمال المنافية للآداب العامة من كذا وكذا وكذا وإلى آخره. في 10 أيام راجعني المجند عدنان عاشور، طبعا هذا المجند كان معه. نعم. وطلب مني إعادته للسرية وعند الاستفسار منه عن السبب قال لي بأن الملازم عدنان العرعور يضغط علي كثيرا، فسألته كيف ذلك وماذا تقصد، فقال بخجل بأن الملازم العرعور يحاول مداعبتي وتقبيلي، فقلت له اذهب الآن إلى مكان عملك وسأدقق بالموضوع وأعلم قائد التشكيل. هذه الفترة أي فترة الإجازة وضع الملازم العرعور عنصرا جديدا يعني غير البعث إجازة اسمه محمد درويش، وحينها فعل العرعور قصة خياطة بنطلونه صح. وهنا تمت ممارسة الأعمال التي ذكرتها، الأعمال المخلة بالأخلاق والأعمال المنافية للحشمة من قبل المجند محمد درويش مع العرعور، أي أن العرعور شيخ ليخطف الناس عبر هذه الشاشة، شاشة قناة الوصال أو صفي كما شاهدنا في التقرير. هذا هو شيخ الفتنة وسوف من الإزار تريدي. دعيك من فضلك نعم سيدة. يعني أنت تذكر في سياق حديثك أنك أنت كنت قائد هذا الملازم، ما هو التصرف الذي اتخذتموه أنتم؟ نعم وكان ملازم وسأكمل الإجابة. تفضل. وبعد إعلام قائد التشكيل بوضع الملازم العرعور تم التحقيق مع المدعو عدنان العرعور، وتبين بمجريات التحقيق وتوسعه بأن حوالي 8 عساكر مجندين قد مارسوا الأعمال المنافية للحشمة معه وافتعلوا به، وأكدوا بأنه كان يتبع أسلوب التهديد والترغيب والتحايل من أجل استمالة المجندين لفعل العمل المنافي للحشمة والأخلاق. نعم. وعند فيها التحقيق وتثبيت الاعترافات على العرعور تم فصله من الحزب، كان حزبي، والاستغناء عن خدماته. وهنا أقول لك نعم. وأعلمك بأن السيد عدنان أن ينتبه لي، يا داعي يا عرعور إنني أتحداك وأتحداك أن تنكر هذه الواقعة، وأنا فارس سعوري وأنت تعرفني وتذكرني جيدا وتذكر أسماء المجندين الواردين في كلامي، كما أذكرك بالنقيب محمد غانم والنقيب محمد الضحاك والملازم المهندس محمد سمارة والذين يعرفون هذه القصة تماما، وكنا في حينها كضباط مجتمعين قد اتفقنا على مراقبة وضعك الأخلاقي يا داعية. وأذكرك يا عرعور بأنك تعرف هذه الأسماء جيدا، وأذكرك عندما تم التحقيق معك بهذه الأفعال وكان معنا في اللجنة ما لا يذكر كما تفضلت أحد ضباط العظام الكبار، وتكلم معه يعاتبه على ما فعل ويقول له أنت ضابط وتفعل ذلك، فقلت له أنت وبالحرف الواحد وأمامي بأن الحق على اللجنة الفاحصة، يعني أسامة تقدم للجلية الحربية، بأن الحق على اللجنة الفاحصة التي قبلتني كضابط، فأنا أمارس هذا الفعل منذ زمن بعيد. أتذكر هذه الجملة يا عرعور أم لا؟ السؤال الثالث، ما رأيك بالشيخ عدنان العرعور الذي كان شابا جنسيا؟ طيب كنت حلو ممتاز جدا يا محمود، لين الأخير صرت حامض مرة. للبيت عليهم السلام فيما يخص هذا المطلب، طبعا تفسير العياش المتوفى طبعا سنة 320 هجرية، طبعا المجلد الثاني طبعا يا صفحة عندنا هنا، عندنا الصفحة بس لحظة يا الله صفحة 398 المجلد الثاني في تفسير سورة الرعد 39، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. طبعا تبع علي عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله إنه من شيعتنا عجبه عن ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان أصبعه السبابة في دبره فكان مأبونا، وذلك إن الذكر يخرج للوجه، فإن كانت امرأة أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا إذ هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام فيما يخص هذا المجال. كتاب مساوي الأخلاق ومذمومها لأبي بكر بن محمد بن سير الشامري المتوفى سنة طبعا 327 هجرية، الخرائط المتوفى سنة 327 هجرية.
طبعا كتاب هو عليه البحث. طيب نروح الى محل الشاهد اللي هو صفحة 207 207 في حديث 460 460 حدثنا أحمد بن منصور الرمادي عن كذا عن بأم وعمر عن الزهر عن عروة عن عائشة قالت أول ما اتهم بالأمر القبيح يعني عمل قوم لوط على عهد عمر بن الخطاب على عهد عمر بن الخطاب. باوع هذا الحديث ماذا قال عنه رقم 4 باوع تجعلي إسناده صحيح صفحة 207 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتوا زعلانين ليه؟ بتلوموا عليه إنه لوطي رجل إمامه كان كده، إمامه كان يركب ويقول أكمل يا رجل ولا تعد لمثلها. طب حنعمل إيه؟ حنعمل إيه بدل خابوا الخيبة السودة، سابوا الطهارة والنقاء، سابوا سفينة آل البيت الأطهار،